صافيها تأخرت. لك شو بكي حايصة؟ مين عم تنتظري؟ مرحبا. اهلا وسهلا. نعم. شو ما عرفتيني؟ لا والله ما عرفتك. وانتي كمان ما عرفتيني؟ لا ما عرفتك. اتأكدي منيح. ايه ما عرفتك. ولا من الصوت؟ ولا من الصوت. انا سوسن. مين سوسن؟ سوسن بنتك. سوسن بنتي؟ لك شو عاملة بحالك؟ ما انتي قلتيلي بشر حالي؟ ايه قلتلك بشر حالي بس ما هيك. ايه هذا اللي طلع معي؟ ايه اذا كان بده يوصفك هلا رح يبطل يوصفك. ايه هذا والسكرتيرة هات. يعني هلا شو اعمل؟ لا تعملي شيء، خليكي مثل ما انتي، المهم ابشع من امل. مشي. ادعوا لنا. موفقين. لك شو ها؟ كنا بالام صرنا بالام وبنتها. يا سلام لهيك شوي يا برا. المدير موجود؟ مينو هاي؟ مو شغلك، عم بسألك المدير موجود؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة. أنا سيامل، شو الضوج اللي عندك؟ هي مدام سامية وبنتها بدهم ياك. بخصوص شو؟ قال شغلة خاصة. إذا مشان بنتها بلغيها إنه بواسق حكى معي وروحوا يفهموا منه شو القصة. استاذ جميل، انا سامية جايت لك معي مفاجأة، سارة رح تعجبك كثير. مفاجأة شو؟ ايه مو خلينا نفوت حتى تشوفها. اذا مفاجأة فوتوا. شو رايك استاذ بالمفاجأة؟ اني مفاجأة؟ وراك اطلع. مين هي؟ بنتي سوسن، سكرتيرتك الجديدة. أنا حكيت مع بواسخ وقلت لك على الانترفون، راجعيه وبيخبرك كل شيء صار. أستاذ أنا عرفت السبب، معك حق 100%. السكرتيرة ما لازم تكون حلوة، لأنها بتلفت النظر وبتلهي المراجعين. طلع، طلع أستاذ، شوف، في أبشع من هيك والسكرتيرة؟ إيه أبشع من وجه أمل 100 مرة. استاذ ليش عم تضحك؟ لا ما في شيء، بس تذكرت نكتة قديمة. شو قلت استاذ؟ تطلع تستلم الشغل هلا ولا تيجي بكره الصبح احسن؟ الاحسن انك تبعتيها على البيت. اجازة؟ ايه لسه ما توظفت، اوان بدك تعطيها اجازة. لك هلا شو بدي بعتها على البيت؟ خذيها على البيت، بلكي الله بيبعت لها نصيبها. والوظيفة؟ انا ماني موافق على توظيفها. ليش؟ لانه بخاف شي يوم تنسى وتقوم تغسل وشها وتروح على الجلعطه كلها وتجيني على الدوام حلوه. وبتعرفي انا ما بيناسبني بالمديريه يكون عندي سكرتيره حلوه، لانه بتلهي المراجعين وبتعطل الموظفين وبتاخر الشغل. اتطمر استاذ، ما بخليها تغسل وشها بنوم. ما بقدر، شلون بدي نام؟ بيتلوث الحال. لك اسكتي انت. شوف شوف استاذ، الله يخليك وظفها مشاني. ما بخليها تغسل وجهها بنوب، واذا غسلته بايدي انا بشخبر لها. الله يخليك يا استاذ، يخلي لك مرتك واولادك. لو سمحتي يا مدام ساميه، اسحبي بنتك وخديها من هون. يلا. يعني ما في امل؟ لا ما في امل استاذ. اذا وشها لساته حلو بشعه. شلون بدي بشعه؟ بعدين ما بقدر اطلع حالي بالمرايه. لك اسكتي انت. استاذ شو رايك بشحور لها وجهها بالاحمر شويه الخار؟ شوفي يا مدام، مو إذا بتشحوريها بالأحمر، إذا بتشحوريها بالأسود وبتنفضيها مثل وجاء الأذان، ما في أمل. يعني ما في أمل، خلي بنتك وتيسر. كم مرة فهمتك بطيئة علينا؟